بالنسبه للوضعيه التلقيحيه ديال المرضى اللي كيتوافدوا عندنا القسم الانعاش، جزء منهم ما ملقحينش بالمره، وجزء منهم التلقيح اخر تلقيح خداوه اكثر من 6 شهور. هذا هو اللي كنلاحظوه هنايا في قسم الانعاش. اغلبيه المرضى حتى الملقحين كيكون اخر جرعه كتكون اكثر من 6 اشهر، ومعروف علميا انه الفاعليه ديال التلقيح كتنقص بعد 6 شهور، بما يدل على انه الجرعه المعززه مهمه بزاف. كان واحد نوع ديال التاخر من الجهه ديالي انايا، من ما مشيتش بقيت كنتماطل مع الوقت، مع الخدمه، مع الوقت كتفاد ديك الدنيا، كتقول صافي تم بعد كوفيد راه نقاص، راه ما بقاتش كتقيس طول الموند، راه كندوي على ديكا قلال وصافي، بقات غادا بحال هكذاك. هذا هو الحاله الوحيده اللي خلاتني ما درتش الفاكسين. سي با ان كيسيون ديال الخوف من الفاكسين بحال حتى، حنا راه كاملين من الصغر راه انا في دي فاكسان، درنا بزاف ديال لي فاكسان، بلاكس انا راه جاتون غير ان شاء الله نخرج من هنايا، وعندي واحد لا بيريود وغنبدا في لي فاكسان. حابا غدير لو فاكسان الاول 6 موا، لو فاكسان الثاني صافي ساليت. سي دي رابيل خصهم يبقاو يداروا، الا ما درتيش لي رابيل راه بحال ما درتيش الجرعه الاولى والثانيه، يعني اللي دار الثانيه اي دو فيغ الثالثه، كما دارش الثالثة راه بحال لا إلى غيان. الحالة ديال الوليد كانت شوية حرجة، وكيداو على شي دواء مزمن شوية على حساب الراس، وداكشي كيستعمل الدواء وتصعب، وحنا ما عقناش بيه، بانه هو تكتشف انه واحد جاب واحد السرعه ضرب ليه 90%، والحمد لله بالعنايه وبفضل الله عز وجل وبالخدمه ديال الاطباء هنايا والمسؤولين، الحمد لله اللي ما مكمل الجرعه ديالو ويمشي يكملها، واللي ما جالبش يمشي يجلب، ما يبقاش يستان بهادشي، راه خطر هادشي راه خطر. وشي حنا كنا كنسمعوه في الشارع وراه ما كناش مسوقين، وكنقولوا كيضحكوا كله وكيهضر هضرته، ولكن ملي كتجي للواقع وكتعيشو ما كاينش اللعب، صافي كتشوف داكشي بعينك، عاد كتحس وعاد كتذكر بانه هذوك الناس المسؤولين المساكين اللي كانوا كيجريو في الشوارع والسلطات وداكشي كيغوتوا عندك وعندك، وراعي غضروا اباكم غضروا والداتكم، ها المشكل احنا وصلنا دابا. أعجبك الفيديو؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.